يا الله قد منعونا عن المساجد، منعونا عن صلاة الجمعة، منعونا عن أداء الصلاة الخمسة في باكستان، يا الله منعونا، أغلقوا أبواب المساجد يا الله، أغلقوا أبواب مساجدنا يا الله، أغلقوا أبواب المسجد الحرام، أغلقوا أبواب المسجد النبوي. لبيك 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 يا رسول الله، 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 لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت قلت في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا الله نحن عبادك، يا الله نحن عبادك، أنت خالقنا ورازقنا ومالكنا وأنت مولانا. يا الله اشفنا اشفنا اشفنا، يا قاضي الحاجات اشفنا، يا رافع الدرجات اشفنا، يا حل المشكلات اشفنا، يا حل المشكلات اشفنا. اللهم أنت مولانا، اللهم أنت مولانا، أذهب الكرونا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أذهب الكرونا، أذهب الكرونا، أذهب الكرونا يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت الكافي يا الله، أنت الكافي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت التواب يا الله. يا الله تبنا، يا الله تبنا، يا الله توكلنا عليك، عليك توكلنا يا الله. وقلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلنا عليك يا الله، توكلنا عليك يا الله، توكلنا عليك يا الله، توكلنا عليك يا الله، تبنا إليك يا الله، رغبنا إليك يا الله، فزعنا إليك يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اقضي حاجات أمة حبيبك، اقضي حاجات الأمة المسلمة، اقضي حاجات الشعب الباكستاني، اقضي حاجاتنا كلها. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، اشف مرضانا. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما،
شفاء لا يغادر الكورونا، شفاء لا يغادر الكورونا. اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر الكورونا. اللهم أسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عنا هذا الحصار الجائر، اللهم ارفع عنا هذا الحصار الجائر. يا الله قد منعونا عن المساجد، منعونا عن صلاة الجمعة، منعونا عن أداء الصلاة الخمسة في باكستان. يا الله ارفع عنا حظر التجول، ارفع عنا هذا الحصار الجائر، ارفع عنا يا قاضي الحاجات. منعونا، أغلقوا أبواب المساجد يا الله، أغلقوا أبواب مساجدنا يا الله، أغلقوا أبواب المسجد الحرام، أغلقوا أبواب المسجد النبوي. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك ونتوب إليك ونتوكل عليك. اللهم ارفع عنا هذا الحصار الجائر، بجاه سيد المرسلين، بجاه خاتم النبيين، بجاه شفيع المذنبين، بجاه من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام آيبين، واحفظنا بالإسلام ذاهبين، واحفظنا بالإسلام مسلين، واحفظنا بالإسلام صائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا في صلاة الجمعة، واحفظنا في أداء الجمعة يا الله، واحفظنا في أداء خطبة الجمعة يا الله، واحفظنا في أداء صلاة الجمعة يا الله، واحفظنا في الصلاة الخمسة يا الله، واحفظنا في بيوتنا، واحفظنا في أسواقنا، واحفظنا في مساكننا، واحفظنا في بلادنا، واحفظنا في مساجدنا، واحفظنا في محلاتنا، واحفظنا في مدارسنا، واحفظنا في مراكزنا يا الله، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا غفار، يا فتار، يا تواب، يا وهاب. نسألك بجاه نبيك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، هذه أمتك قد أغلقت عليهم أبواب المساجد، قد منعوا عن صلاة الجمعة، اللهم فشفه فينا، اللهم فشفه فينا يا محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. قد توجهنا إلى ربنا
بك يا رسول الله، بوسيلتك يا رسول الله، باسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم توجهنا إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع عنا هذا الحصار الجائر، ارفع عنا هذا الحصار الغاشم، ارفع عنا هذا الحصار الظالم، ارفع عنا هذا الحصار الطاغي. يا الله يا الله يا قاضي الحاجات، يا دافي البليات، يا دافي البليات، يا مسبب الأسباب، يا حل المشكلات. إلهي أنت في حالي مهول، فبدل ذلتي بالعز بدل، فساهل يا إلهي كل شعب بحرمة سيد الأبرار ساهل، بحرمة سيد الأبرار ساهل، بحرمة سيد الأبرار ساهل. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رضي الله تعالى عنها. اللهم إنا نسألك ونتوب إليك، اللهم اشفنا وأنت شافي المراض، وإذا مرضت فهو يشفين، أنت قلت في القرآن المبين. يا الله ارفع عنا الوباء والبلاء والحصار وحزن التجول. يا الله أنت يا الله بجاه نبيك ورسولك، يا الله بجاه حبيبك، يا الله بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، توجهنا إليك يا الله، توجهنا إليك يا الله، تقبل دعانا يا الله، تقبل دعانا يا الله. يا قاضي الحاجات، لنا حاجات في الليل حاجات، وفي اليوم حاجات، في النهار حاجات، في السماء حاجات، وفي المساء حاجات، في البيوت حاجات، في المستشفيات حاجات، في المساجد حاجات. وأنت قاضي الحاجات، وأنت قاضي الحاجات، وأنت قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ.